بعد انتظار دام لأكتر من 4 شهور كاملة من وصول تلسكوب جيمس ويب الفضائي لمداره الدائم في نقطة لاجرانج الثانية على بعد 1,500,000 كيلومتر من كوكب الأرض، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إتمام معايرة أجهزة التلسكوب الأربعة، والنتيجة هي الصورة اللي قدامنا دي عشان تعلن اكتمال الخطوة السابعة واللي قبل الأخيرة من مراحل تجهيز تلسكوب جيمس ويب الفضائي. قبل ما يبدأ التلسكوب مهمته بشكل كامل في شهر يونيو اللي جاي، الحقيقة إن الصورة دي مليانة تفاصيل ممتعة وفي نفس الوقت مرعبة جدا. حرفيا قدرنا إننا نصور مجرة غير مجرتنا بمنتهى الدقة، بل ونحلل الطيف الضوئي اللي وصلنا منها بعد ما كان كل معلوماتنا عن المنطقة دي في الكون هي إنها مجرد مجرة من أقرب المجرات لينا وبتتكون من مئات الآلاف من النجوم. فالصورة حقيقي بتأكد إن تلسكوب جيمس ويب الفضائي يعتبر معجزة بكل المقاييس. فالتلسكوب اتحول من فكرة لمهمة لإنجاز، وكل ده خلال 25 سنة بعد تأجيلات كتير جدا لانطلاق المهمة بتكلفة وصلت ل10 مليار دولار أمريكي. فتعال بقى نعرف مع بعض تفاصيل الصورة الرائعة دي، واللي حرفيا تعتبر من أعظم الصور الفلكية الملتقطة في تاريخ التلسكوبات الفضائية لحد اللحظة دي. لكن قبل ما نبدأ كلامنا عن الصورة، لو بتشوفنا للمرة الأولى ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة، لأن إن شاء الله هنتكلم عن كل التفاصيل الجديدة الخاصة بالتلسكوب واكتشافاته اللي هتحصل في المستقبل القريب. وما تنساش اللايك لو عجبك الفيديو. جاهزين؟ يلا بينا. الصورة اللي قدامك دي هي أول صورة رسمية لتلسكوب جيمس ويب الفضائي، بتوضح الشكل اللي هيتم بيه رصد الكون في المستقبل وقت بداية تشغيل تلسكوب جيمس ويب الفضائي بشكل كامل بداية من شهر يونيو اللي جاي. خلال الفترة اللي فاتت قدر الفريق العلمي الخاص بالتلسكوب انهم ينتهوا من المعايرات الخاصة بالاربع اجهزة اللي مسؤولة عن تلسكوب جيمس ويب الفضائي عشان تكون الصورة بالوضوح ده، لان بسبب ان مراية التلسكوب قطرها يعتبر كبير نسبيا واللي بيوصل ل6.5 متر، فمن المستحيل ان معايرات التلسكوب تكون معتمدة على معايرات المراية الرئيسية والثانوية بس، بل ان لازم يحصل تعديلات بسيطة في المعايرات الخاصة بالاجهزة العلمية الاربعة، وده اللي حصل خلال الشهر اللي فات، بحيث ان التلسكوب بقى اول تلسكوب في التاريخ قادر على انه يرصد نفس الهدف باربع اجهزة علمية مختلفة في نفس الوقت وتكون الصورة مركزة بالدرجة دي، بل ان جودة الصورة تخطت كل توقعات الفريق العلمي والهندسي للتلسكوب. فعايزك تتخيل معايا الفرق الرهيب في تصوير نفس المساحة من السماء خلال السنين اللي فاتت، والتطور الرهيب اللي تم تصويره عن طريق 3 تلسكوبات مختلفة. أولهم تلسكوب وايز دبليو 2 بطول موجي 4.6 مايكرون، والتلسكوب سبيتسر بطول موجي 8.6 مايكرون، وأخيرا تلسكوب جيمس ويب الفضائي عند 7.7 مايكرون، واللي قدر انه يصور الصورة دي باستخدام الكاميرا ميري، واللي كل العالم كان مستني وصولها لدرجة الحرارة المناسبة لبداية تشغيلها، واللي وصلت ل6 درجات مئوية فوق الصفر المطلق، واللي تعتبر أقل درجة حرارة تم استخدامها في التلسكوبات الفلكية في تاريخ غزونا للفضاء. والوصول لدرجة الحرارة دي تطلب استخدام تكنولوجيا تبريد معقدة جدا معتمدة على الهيليوم. خلينا الأول نتكلم عن الصورة بالتفصيل. الهدف المرصود هنا هو سحابة ماجلان الكبرى، واللي بتبعد عننا ما يقارب 160 ألف سنة ضوئية، يعني الضوء اللي قدامك ده هو شكلها من 160 ألف سنة واللي لسه وصل لنا دلوقتي. سحابة ماجلان الكبرى اتخلقت من 1.1 مليار سنة وبتحتوي على ما يقارب 30 مليار نجم، وبكده تعتبر صغيرة نسبيا بالمقارنة بمجرتنا اللي بتتكون من حوالي 200 مليار نجم، بل ان سحابة ماجلان الكبرى تعتبر تاني اقرب مجرة لكوكب الارض بعد مجرة ساجيتيريوس دوارف سفيرويدل، واللي تم تسميتها على اسم المستكشف البرتغالي ماجلان. خلينا نتكلم عن اول صورة للجهاز او الكاميرا نير كام، واللي قادرة على التصوير في اقصر مدى من الاشعة تحت الحمراء، واللي بيكون قريب جدا من اللون الاحمر للطيف الضوئي المرئي، وبتكون مسؤولة عن تصوير اول وأدى من نجوم في الكون اثناء تكوينها وبعض الكويكبات الموجودة في حزام كايبر بعد مدار كوكب بلوتو، وقدرت انها تصور بحر النجوم اللي موجود في الصورة دي في سحابة ماجلان الكبرى عند طول موجي 2 مايكرون. ممكن تكون مستغرب من الاشعة الثمانية اللي موجودة حوالين النجوم كلها في صورة تلسكوب جيمس ويب، وده باختصار بيكون بسبب الشكل السداسي الخاص بالمرايات ال18 وحوامل المراية الثانوية، واتكلمت عن الاشعة دي بالتفصيل في الفيديو ده، هتلاقي لينك الفيديو في اخر الحلقة، فكمل الفيديو للآخر وما تقلقش.
تاني صورة كانت من الجهاز نير سبيك، واللي بيكون مجال تصويره زي الكاميرا نير كام، وهو يعتبر مطياف ضوئي أو سبكتروغراف، بيقدر إنه يستقبل الضوء اللي وصله ويحلله لطيف ضوئي منقسم لعدة أجزاء، وبالتالي بنقدر من خلاله إننا نحدد مكونات وكتلة وعمر أي جرم سماوي بنرصده من خلاله، زي النجوم والغلاف الجوي الخاص بالكواكب الخارجية أو الإكسو بلانتس. بل إنك لو دققت شوية في صورة نير سبيك هتلاحظ إن في خطوط سودة ما بين الصورة، وده بيكون ناتج عن الشاتر الخاص بالكاميرا وقت التصوير، واللي بيقسم الضوء اللي واصل لمكوناته الأساسية، ومن خلاله بيتم عمل تحليل الطيف الضوئي للجسم المرصود، والخطوط السوداء دي بتكون علامة مميزة للصور الملتقطة من المطياف الضوئي بشكل عام. بل إن من مميزات نير سبيك هو إن ممكن يرصد حوالي 100 هدف في اللقطة الواحدة، وبالتالي هيقدر إنه يرصد ويدرس آلاف المجرات خلال مدة المهمة اللي متوقع إنها تستمر 10 سنين كاملة. دلوقتي وصلنا لتالت جهاز، واللي حرفيا المهمة بالكامل كانت متوقفة لحين وصوله لدرجة حرارته المناسبة اللي يقدر انه يشتغل فيها، وهو الجهاز ميري، واللي بيقدر انه يرصد الطيف الضوئي الطويل للأشعة تحت الحمراء، وده اللي بيخليه قادر على الرؤية والرصد خلال سحب الغبار والغازات في الفضاءات بين النجمية. بل ان الجهاز ميري مكون من قسمين، كاميرا ومطياف ضوئي او سبكتروغراف، واللي بيخليه مثالي جدا لدراسة بداية خلق النجوم ورصد النجوم الأولية، بل هيكون قادر على رصد أبعد المجرات اللي حصل لها إزاحة ناحية الضوء الأحمر أو ريدشيفتنج بمنتهى السهولة، وهنقدر إننا نرصد صور رائعة لمجرات عمرنا ما قدرنا إننا نكتشف حتى وجودها قبل كده، بصور دقتها ووضوحها يمكن أكتر من تلسكوب هابل الفضائي. وقدرت الكاميرا ميري إنها تصور صورة في منتهى الجمال عند طول موجي 7.7 ميكرون، ولو ركزت شوية في الصورة فهي بتبين نجوم ما بين سحب من الغازات والغبار الفضائي، ودي أول مرة يتم تصويره بالدقة الرائعة دي، على عكس الصور التقليدية اللي بتكون فيها السحب مغطية تماما على النجوم اللي وراها زي معظم صور تلسكوب هابل الفضائي. وأخيرا نوصل للجهاز الرابع نير ريز، ذا نير انفراريد إيميجر أند سلاتلس سبكتروغراف، واللي هدفه الأساسي هو رصد الكواكب خارج مجموعتنا الشمسية واللي بتتسمى بالإكسو بلانتس، وده عن طريق رصدها وقت مرورها من قدام النجم أثناء توجيه التلسكوب ناحيتها بطريقة الترانزيت، واللي وقتها هيكون قادر على دراسة غلافها الجوي ودراسة احتمالية دعمه لأي شكل من أشكال الحياة إن وجدت. والجهاز ده نجح إنه يصور صورة لكوكبة من النجوم عند طول موجي 1.1 ميكرون. لكن الحقيقة إن تلسكوب جيمس ويب الفضائي مجهز بكاميرات من الممكن اعتبارها جهاز خامس بالإضافة للأجهزة الأربعة اللي اتكلمنا عنها، وهو جهاز التوجيه الخاص بالتلسكوب، ودي بتكون عبارة عن كاميرات هدفها هو تتبع مسارات النجوم في السماء والحفاظ على اتجاه التلسكوب دايما ناحية النجوم. بل ان الكاميرات دي من الممكن جدا انها تصور صور زي باقي الاربع اجهزة بالاضافة لمهمتها الرئيسية، لكن الصور دي هتكون دقتها اقل شوية. وبكده يكون تم اختبار كل الاجهزة الخمسة الخاصة بالتلسكوب، ويبدأ التجهيز للخطوة الاخيرة اللي تعتبر أهم خطوة قبل بداية عمل التلسكوب بشكل كامل، واللي هيقوم فيها فريق عمل تلسكوب جيمس ويب على وضع اللمسات الأخيرة على الفلاتر والعدسات الخاصة بالأجهزة العلمية وتركيز أبعادها البؤرية عشان نقدر نوصل بالتلسكوب لأعلى دقة رصد ممكنة. كل ده هيحصل أثناء عمل اختبار الحرارة والبرودة، واللي هيتعرض ليها تلسكوب جيمس ويب الفضائي أثناء وجوده في مداره في نقطة لاجرانج الثانية، وحيكون في مناورات لتغيير وضعية ميل الدرع الحراري اللي بيتكون من 5 طبقات عازلة حراريا بالنسبة لأشعة الشمس الساقطة عليه، بحيث ان التلسكوب يوصل لأعلى معامل حماية ممكن من الأشعة تحت الحمراء اللي ممكن توصله من الشمس والأرض أو حتى القمر، اللي لو وصلت لجسم التلسكوب أو معداته العلمية هتأثر بالسلب على دقة الصور الخاصة بالمجرات والنجوم المرصودة، بل ممكن تسبب في تلف الأجهزة العلمية وفشل المهمة بالكامل. والاختبار ده هيكون كالتالي، فريق عمل التلسكوب هيحاول يعرض التلسكوب لأعلى درجة حرارة ممكنة هيوصل لها تلسكوب جيمس ويب الفضائي خلال 5 أيام من وقت بداية الاختبار، وده عن طريق التحكم في زاوية ميل الدرع الحراري الخاص بالتلسكوب، واللي هتكون حوالي سالب 5 درجة لحد 0 درجة، ويقدر انه يحدد وقتها الحد الأعلى للحرارة المسموح بها اللي وقتها هيكون التلسكوب قادر انه يرصد فيها الكون من غير أي تشويش. وبعدها هيتم عمل مناورات جديدة عشان نبدأ نعرض التلسكوب لأقل درجات حرارة ممكنة، واللي هتخلي الدرع الحراري مايل بحوالي 40 ل 45 درجة، واللي متوقع انه يستمر لما يقارب الأسبوع
وخلال الأسبوع ده هيتم تشغيل كل أجهزة التلسكوب الأربعة عشان نبدأ نعمل مقارنة ما بين كفاءة عملها وقت ارتفاع درجات الحرارة وحتى وصولها لدرجات الحرارة المثالية. وده اللي هيحصل كل 12 ساعة خلال أسبوع الاختبار بتقرير تفصيلي بيوضح حالة التلسكوب بالكامل. الحقيقة إن تلسكوب جيمس ويب الفضائي هيقدر إنه يرصد السماء بشكل رائع لأول مرة في تاريخنا البشري، لأن حالياً التلسكوب يعتبر تحفة فنية علمية بأجهزته الأربعة المتطورة، فهتكون دقة ووضوح الصور مميزة جداً على عكس التلسكوبات الفضائية السابقة ليه، وده بسبب مرايته الرئيسية اللي قطرها 6.5 متر واللي هتكون قادرة إنها ترصد السماء بشكل كامل حوالين كوكب الأرض خلال سنة كاملة. وتحديد مدة السنة يرجع لسبب شكل التلسكوب ومداره، لأن نطاق رصده بيكون على شكل الدونت أو القرص، وده بيخليه يقدر يعمل مسح كامل للسماء كل سنة أثناء مداره في نقطة لاجرانج التانية. وخلال المدة الزمنية دي هيقدر إنه يدرس آلاف المجرات والكواكب والنجوم والكويكبات اللي موجودة في مداراتها خلف مدار كوكب بلوتو بمنتهى الدقة، وهنعرف أسرار جديدة عنها هتغير من نظرتنا بالكامل للكون. مستني أعرف رأيكم في الكومنتات. بما ان تلسكوب جيمس ويب الفضائي على وشك انه يبدأ مهمته خلال اسابيع قليلة، هل فعلا التلسكوب هيكون قادر انه يكتشف اثر الحياة ولو حتى ميكروبية في غلاف جوي لكوكب خارج مجموعتنا الشمسية؟ لو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك، ولو عندك سؤال ياريت تكتبه في الكومنتات، واذا كنت بتشوفنا للمرة الاولى ما تنساش الاشتراك في القناة عشان توصلك كل رحلاتنا الجديدة، واشوفكم الحلقة الجاية مع رحلة جديدة بين النجوم.